سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي. دونك الفيديو ديالي ما شاء الله بالعنوان غادي يكون على حقيبه المبتدئات للميك اب بليس. غادي نشارك معكم الميك اب بوغ تو لي جوغ بالنسبه للبنات اللي يلاه بادين في سيرتو في الميك اب. واللي مازال ما تابعنيش في انستغرام غادي نخلي لكم شي بلاصه هنا تدخلوا تابونوا عندي. صراحه كنكون تما اكتيف يعني بوغ تو لي جوغ وهكا كنجاوب بزاف ديال البنات صراحه تما. دونك البنات كما كتشوفوا هذه هي الاتروس ديالي اللي كنجمع فيها الميك اب ديالي. هذه الصراحه هي اول اتروس بديت فيها فاش يلاه بديت انا شريت الميك اب. سو هكا خصكم تكون عندكم شي اتروس هكا اللي كتكون صغيره اللي تجمع لكم لي برودوي ديالكم كاملين. دونك دابا انا غادي نبقى نجبد لي برودوي اللي عندي في هاد الاتروس ومنها غادي نبقى نديرهم في لابو ديالي باش انكم حتى البنات اللي ما كيعرفوش يديروا الميك اب زعما اول مره غادي يديروا باش هكا حتى هما يعرفوا كيفاش يديروا الميك اب ديالنا. دونك كما قلت لكم لا تخوت. اول حاجه اللي غادي تحتاجها اي مبتدئه في الميك اب اللي هي يا فون دو تان. كما كتشوفوا هنا كما كتشوفوا عندي هذا الفون دو تان عندي ديال كاتريس. هذه التغطيه ديالها صراحه كتغطي مزيان بوغ البنات اللي كيبغيو تكون عندهم تغطيه بزاف لابو ديالهم ننصحكم بهذه ديال كاتريس. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهم صراحه حتى ايطاش في لوجه ولا شي حاجه ننصحكم بهذه بهذه ديال لاغوش بوزي. صراحه هذه كتجي فيها ايكرون سولير وكيجي فيها فون دو تان ولكن فون دو تان ديالها الكوفرونس ديالها ما ثقيلاش بزاف يعني خفيفه على لابو. دونك كما كتشوفوا كما قلت لكم اول حاجه خصكم هي لا فون دو تان. دونك كما قلت لكم هذه بوغ البنات اللي كيبغيو التغطيه تكون قويه وهذه اللي كتبغيو التغطيه تكون خفيفه بحال هكا. دونك انا غادي نستعمل معكم هذه. بطبيعه الحال خاصها تكون عندكم بيوتي بلاندر كما كتشوفوا ضروري بيوتي بلاندر باش هكا كتستومبو بها الفون دو تان ديالكم. وكاين عاوتاني البنات اللي كيعجبهم يستومبو بايديهم. دونك الوحده ولا الاختيار فاش كتبغي تستومبي. دونك غادي ناخذ الفون دو تان ديالي بحال هكا وغادي نوضعها في لابو ديالي كامله. ابري غادي نبدا نستومبي فون دو تان ديالي. ثاني حاجه اللي غادي تحتاجوها في الميك اب ديالكم اللي هي اونتي سيرن. كما كتشوفوا عندي هذا لونتي سيرن هذا ديال كاتريس الرقم ديالو 015 حتى هو التغطيه ديالو صراحه زوينه. دونك غادي نشدو لونتي سيرن ديالنا وغادي نوضعوه هنايا وهنا. وبالنسبه للبنات اللي عندهم ديطاج ديال الحبوب اولا الحبوب تقدروا تحطوا عليه بحال هكا. غير غادي نبلانديو بالبيوتي بلندر. ابري ما استومبيت الفون دو تان استومبيت لونتي سيرن ديالي ثالث حاجه اللي غادي تحتاجوها في الميك اب ديالكم اللي هي شي باودر. بالنسبه للباودر كما كتشوفوا عندي هذه ديال اطون عندي هذه ديال بيس ترانسبارون يعني ما كتبانش شفافه. وكذلك غادي تحتاجوا بانسو بانسو باش تهزوا هكا لا بودغ ديالكم. بالنسبه لهاد الايطاب بوغ البنات اللي عندهم لابو يعني ناشفه بلا ما ديروا الباودر. وبالنسبه اللي عندهم لابو هكا اويلي تقدروا ديروا لابود في لازون تي حيت هي اللي كتكون عندي انا دهنيه بزاف. كندوز شي دويزه خفيفه هكا على لابو كامله. دونك البنات بعد ما سالينا لابو ديالنا كامل يعني زدنا الفون دو تان بودر لونتي سيرن دابا غادي ندوزو لابارتي ديال الحنا. كاين اللي كيبغي يدير الفراجو وكاين اللي كيبغي اولا البلوش وكاين اللي كيبغي يدير البرونزر. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو البرونزر انا غادي ننصحكم بهذا ديال بورجوا كيكون هكا باودر. ما كنصحكمش تاخذوا داكشي اللي كيكون ستيك يعني خذوا داكشي كيكون باودر بحال هكا باش هكا انكم تحكموا في اللون اولا في لاكوفرونس ديال ديك الحاجه. دونك هنا كما كتشوفوا انا غادي نستعمل البرونز. تقدوا بنفس البانسو باش ديروا الباودر ديروا به البرونز والفراجو. تقدر تخليوا واحد البانسو الباودر والاخر ديروه بحال البرونزر اولا الفراجو.
دونك انا غادي ناخذ بانسو اخر كما كتشوفوا، وغادي ناخذ البرونزر وغادي نديرو في هاد لابارتي هنايا من هنايا لهنا. دونك في الكوتي الاخر حتى هو. كندير هنايا في النيف بالنسبه للبلوش، انا غنستعمل هذا البلوش. هذا الصراحه هذا البلوش ما بقاش مكتوبه فيه السميه باش نقول لكم يعني السميه ديالو ديالاش. دونك تقدروا تستعملوا اي بلوش كيعجبكم، يعني تقدروا تاخذوا ديال مايبلين، ديال ايسونس، يعني اي برونزر، اي عفوا اي فراجو او اي بلوش بغيتوا تقدروا تستعملوه. دونك غادي ناخذ شويه وغادي نديرو هنايا في حكناكي. دونك دابا غادي ندوزو لفاغ بوبيير بوغ البنات اللي كيبغيو يديرو هكا شي لون هكا خفيف في الفاغ بوبيير. كاين هاد الباليت هادي ديال هدى بيوتي اللي فيها الوان كيكونوا هكا نيود. شوفوا الالوان اللي كيجيو فيها هكا، كيجيو هكا صراحة زوينين ونيود هكا بوغ تو لي جور. كيما كتشوفوا انا اصلا ديما كنستعمل هاد لي كولور هادو، هاد صراحة هادو وهذا كيجيو فيها هكا الوان نيود كيما قلت لكم. دونك غادي ناخد هاد اللون هذا كما كتشوفوا كيجي بحال هكا الصراحه، ما كيبانش بزاف. دونك وغادي نوضعو هنايا في العين ديالي كامله. غادي درت لكم يعني تقدروا ديروا بوغ تو لي جوغ اولا يعني يوميا. دونك صافي دابا سالينا من فاغ بوبيير. دوزو الشفار ديالنا. دونك بالنسبه للشفار انا غنستعمل بعدا هاد الكوربسيل هادي. الصراحه هادي كتنفع صراحه حيت كتطلع لكم شويه الفوليوم وكتكوري لكم شويه الشفار ديالكم. بغيتو تشريوها شريوها، ما بغيتوش راه غتكتفيو غير بالماسكارا. دونك انا غادي نديرها بحال هكا. كما كتشوفوا حيت كطلع صراحه الشفار زوين. بالنسبه للماسكارا غادي نقترح عليكم الماسكارا جوج. هذه ديال ايسونس الكحله كما كتشوفوا الصراحه هذه الماسكارا رخيصه، يعني كديرها شي 35 درهم بحال هكاك، والصراحه واعره 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 بزاف. وكاين هذه ديال مايبلين حتى هي الصراحه واعره، هذه كدير شي تكون شي 90 درهم بحال هكاك. دونك هذه رخص عليها. بالنسبه لي يلاه بعدا تقدروا تاخذوا هذه صراحه راهي زوينه بزاف بجوجهم صراحه زوينين. اللي في البي جي ديالو يشري هذه راه غادي يشريها، واللي سميتو راه غادي يشري هذه. دونك انا غنستعمل معكم هذه ديال ايسونس حيت كتعجبني بزاف. كما كتشوفوا صراحه كتطلع الشفار واعر، يعني كلش وحده راه كتطلع لكم الشفار. دونك انا غادي نكتفي غير بكوش وحده. وغادي ندير حتى الشفار التحتانيين حتى هما بحال هكا. البنات اخر ستيب في الميك اب ديالنا اللي هي الغوج اليف. دونك انا غنقترح عليكم دو غوج اليف. بالنسبه لهذا الغوج اليف هذا يعني انا اول غوج اليف استعملته فاش يلا بديت الميك اب، اللي هو هذا ديال مايبلين الرقم ديالو 630. كما كتشوفوا راه اصلا كيبان لكم راه باللي تمحوا داك الشيء. دونك لا كولور ديالو كتجي بحال هكا نيود صراحه واعره واعره بزاف. دونك تقدروا تستعملوا الوان نيود اولا غنقترح معكم هذا الغوج اليف هذا ديال نوت كوزميتيك. الرقم ديالو اللي هو 16 كيجي هكا غوز خفيف، يعني كنصحكم ديروا هكا دي غوز اللي يكونوا خفافين بزاف، يا نيود يا غوز هكا يكونوا باردين. دونك غادي نستعمل معكم هاد الغوز اللي هذا اللي اول واحد شريته كما قلت لكم. وهكا فيه واحد اللمعه خفيفه. صراحه كما كتشوفوا صراحه كيجي واعر. تمنى يعجبكم هذا الفيديو، الا عجبكم ما تنساوش تخليو اكبر عدد من اللايكات، تابوناو في القناه باش ما نزلش فيديو يوصلكم. وكذلك ما تنساوش كما قلت لكم تابعوني على انستغرام، انا غنخلي لكم عاوتاني هنا ولا هنايا.